ميناء طنجة، المسجد الكبير بالميناء، واللي عوض واحد المسجد كصغير تما. بون ما عرفتش الانترنت واش تلقى ديك التصويره، واللي بغى يعرف فين كاينه في داك المتحف اللي تحل دابا جديد في الديوانه القديمه اللي يلاه ترمات ودابا عاد كنت تما. بون بروشينمون ان شاء الله ناخد فيها صور وهذا، حتى اللي ما قدرش يجي يعرف شنو كاين في الداخل. هذا الوضع اللي فيه لون خضر، كاين واحد لابلاك فوق اسمها مانديس، هادي هي لاستيس، هادي هي المحطة ديال المعالجة ديال المياه العادمة ديال الواد الحار المدينة، واللي اعتقات لابلاج المرة كانت بدات كتعطي الريحة. هذا الميناء ديال اللي حدانا، الميناء ديال الصيد البحري جديد اللي عود القديم، فيه كاين داك الوسخ وداك جيسبر هذا ما يلقاش نفس المصير. وهذا طلعت شويه الدروج باش يبان واحد لافي دونسومبل. و طون 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 ايه، فين كاين داك لو بتي تاكسي؟ لو بتي تاكسي تما راه كاين المطاعم اللي كانت قديمه، فهذا كانت واحد الشكل عشوائي، وهذا دابا كاين الميناء الجديد فيه المطاعم في المستوى مختصه في السمك. سور كاين كتلقى مكتوبه بيتزا وكذا، داك كاين اللي مثلا في الغالب اللي كيمشيو الدراري مع لي بارون ديالهم ما كيبغيش ياكل الحوت، هذاك السيد ذكي منهم واحد السيد مسميه سامي، ما بقيتش عاقل على المطعم ديالو، معقول غندير له الاشهار. انا كيعجبني اللي كيتعامل مع الناس بلا ما يعرف لا هذا ولد البلاد ماشي ولد البلاد، ان كليون. دونك واحد الحاجه ما عجبانيش تما انا غادي نقولها لكم، الو الحاجه اللي ما عجبتنيش ما تعجبكمش انتوما هو ملي كتدخل، الو غادي نقرب شويه، ملي كتدخل هنا مع هذا الباب هنا كتلقى مجموعه ديال دوك كاميريروس لي كارسو كيلصقوا فيك بواحد الشكل دخول بحال اللي نوع من التعسف، يمكن لي غيسميه تحرش، يمكن هادي ما عجبانيش. نتمنى من عند الله انه يشوفوا هذا الفيديو ويهديهم الله، راه اللي دخلت تما غياكل، راه اللي ما جلس عندك هيجلس عند الاخر. دونك بغيتي تكون معلم هي اعطي لا كاليتي واحترم لو بري، واحترم داك السيد اللي غادي يجلس وتعامل معاه مزيان، راه الدوام هذا داكور. هذا راه حتى لك سامي، الوغ سي ملاحظة موجهة للجميع، راه لو بيان ديالكم نتوما، راه ماشي انا ما عندي ربح، ما عندي حانوت تما، ما عندي، ولكن بحكم الانتماء ديالي لهاد لهاد المدينة ولهاد الوطن فما نكره شيء. راه كتعامل مع مختلف الاجناس تعامل مع ان كليون، يجي كلشي بحال بحال، لو ميم سيرفيس لو ميم بري اسوا سور. هذيك هي رحم الله من عمل صالحا واتقنه، هذاك هو الاتقان وهذيك الرحمه. ما عرفتش واش يبانوا لكم هذوك الناس اللي كنهضر عليهم اللي كيكونوا في الباب وفي يدهم لي كارط، يا ويلك دوز من تما. الوغ مي شيغ مسيو، دخلوا المحلات ديالكم وقابلوا وديروا النظافه وديروا الواجب اللي عليكم، الكليه راه غادي يجي. الحوت اصلا راه ولا مطلوب، راه كلشي كيهضر على الحوت واوميغا 3 وجو سي با كوا، ما فيش كوليسترول ما فيش، وبحكم ان المرسى قريبه والناس كيجيو تما على الطراوه ديال الحوت، الله يهدي الجميع. وباش ما نقويش عليكم فيا الفهمات بزاف، جيسبر كاين اللي عزيز عليه هاد الفهمات. انا ما كنسب حد، ما كان كنقول انا كمواطن كيعجبني المعقول، كيعجبني لو سيريو، كيعجبني انا كتخلص فلوسك اصاحبي، راه ماشي كيدير فيك دليل لا ولا، راه كتخلص دونك كتخلص خصك المقابل لهاد الخدمه.
اما لو مشي تضحك عليا ولا راه غضحك عليا مره بالحق ما نعاودش نجي، راه انت اللي خاسر. وفين ما مشيت الانفورماسيون غنوصلها لوحدين اخرين، دونك لو بيردون هو انت. الو هنا انا وصلت لباب البحر، منظر بانورامي رائع. دونك انا نحاول من هنايا، البحر راه راجع كاين شويه ديال والريح، دونك لا كوتي اسبانيول ما كتبانش مزيان. بون جبل الطرقع ما كيدارش كي كيكون شرقي، الحراره شويه، هاد البحر راه سخيخان شويه دابا، ولكن سي بو افوار. الوغ الميناء اي جاريت، تحياتي، سلام عليكم.